ومما ينبغي أن يهتم به الأئمة والمؤذنون أن يتعلموا ما يتعلق بعملهم، فهذا من فروض الأعيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا العلم الذي هو فريضة منه إذا عين الإنسان لعمل شرعي وجب عليه عينا أن يتعلم أحكامه، فيجب على المؤذن عينا أن يتعلم أحكام الأذى، ويجب على الإمام عينا أن يتعلم أحكام الإمامة. وتعرفون أن الإمام قد تنوبه نائبة أثناء الصلاة، فإذا لم يكن متعلما متفقها في أحكام الصلاة يوقع نفسه والناس في حرج، فيتعين عليه أن يتعلم أحكام الإمامة وأحكام الصلاة، فرض عين. وإذا فرط فإنه يأثم، فينبغي أن نحرص على التفقه فيما يتعلق بالعمل الذي أسند إلينا.